اتكلم عن ماتش امبارح شويه قبل ما نخش في المشوار. ماتش امبارح كان يبدو في يعني في الشوط الاول والثاني انه خلاص البطوله قريبه مننا والدنيا سهله، وبعد كده الدنيا كهربت شويه الثالث والرابع، وحتى الشوط الخامس الفاصل يعني كنا ماشيين تاتا تات زي ما بيقولوا كده لغايه ما قدرنا نحسم 19 17 صح النتيجه. ليه حصل ده في السيناريو ده من وجهه نظركم يعني؟ هو يعني فرقه السيد فرقه محترمه جدا طبعا، كلها كمان لعيبه صغيره وعندهم يعني باشن قوي ان هم يكسبوا الاهلي، ودي حاجه طبعا يعني حق مشروع لاي فرقه طبعًا يعني بتلعبنا. احنا كنا هم طلعوا الزمالك، فلو كسبوا البطوله على حساب زمالك واهلي يبقوا هم بيقولوا احنا نمره واحد في مصر اكيد، ويعني هم ما كسبوش البطوله دي قبل كده فطبيعي ان هم يعني وبيحاولوا اخر نفس. فاحنا كنا ماشيين الماتش كان كويس قوي اول جيمين، جينا الجيم الثالث ممكن نبقى مش عايزه اقول استهترنا بس لا ممكن استهترتوا. يعني حسيت انه خلاص الماتش بالظبط بس عشان هم زي ما انا قلت بقى في الاول ان هم يعني لعيبه مصممه ومصرين ان هم يكسبوا ففاقوا قوي ويعني حولوا الماتش، فاحنا يعني كنا اوريدي فقدنا تركيزنا شويه وطلعنا بره الجيم شويه، فيعني ما عرفناش نرجع ده بسهوله يعني.